هنبدأ أخبارنا من عند التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير المنتخب الوطني اللي حرصوا الفترة القليلة الماضية للاطمئنان على محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركي ونجم منتخبنا الوطني بعد تعرضه لوعقة صحية خلال 48 ساعة الأخيرة. طبعا تريزيجيه في الوقت الحالي زي ما حضراتكم عارفين هو نجم طرابزون سبور وبيمتلك عقدا حتى 30 يونيو 2026. كل التوفيق طبعا لتريزيجيه، لكن حرص أم حسام وابراهيم على التواصل يوميا مع تريزيجيه للاطمئنان على حالته وصحته، فده دل على ايمان وصفه وشخصيه حسام حسن كقائد ومدير فني لمنتخبنا الوطني، وكمان من الجانب الانساني اطمئنان على احد عناصر ونجوم منتخبنا الوطني.